الفقرة الجميلة والضيف الجميل اللي كلنا بننتظرها واللي حضراتكم بتطلبوها. والنهاردة هنتكلم ان طبعا كلنا عارفين ان الاهلي تاريخ كبير جدا، بس بمناسبة بقى ذكرى نصر اكتوبر هنرجع كده بالذاكرة ونفتكر كمان النوستالجيا بتاعت الاهلي والنصر، المواقف الوطنية اللي حصلت والمانشيتات اللي كانت في الصحف وكمان الصور الموجودة واللي محضرها لنا استاذ محمد صادق ضيفنا النهاردة مدير مؤسسة الارشيف العربي. يا صباح الخير على حضرتك، نورنا والله دايما بجد. ده شرف ليا والله ان انا في قناة النادي الاهلي ومع ناس يعني انا بنبسط وانا قاعد معاكم والله. وكالعاده طبعا مبهر في الحاجات اللي بتجيبها لنا معاك الحقيقه، شويه عناوين وشويه مانشيتات. يعني انا مش هتكلم، احنا دي الفقره. انا في قناة النادي الاهلي. ايوه ده شرف ليا والله. انطلق يا استاذ. والله انا قبل اي حاجه انا كنت قاعد بره مبسوط قوي، قاعد مستمتع. يعني دي رساله للناس، سياده اللواء مرجان بيتكلم حاجه حلوه قوي. ازاي الناس دي ضحت عشان بلدنا؟ ازاي الناس دي على مدار 40 سنه وعلى سنين كتيره، 6 سنين ما بين استنزاف وبين، ازاي الناس دي مثلا يبقى عندهم بيت واولاد ويخرج الصبح مش عارف يرجع ولا لا؟ ازاي يبقى قاعد عجبها بالست سنين مش هنروح البيت لما نجيب حقوق الناس، حقوق بلدنا، حقوق شعبنا؟ ازاي الناس دي تاريخ عظيم؟ الناس دي سابت قرص اهم من اي حاجه في الدنيا لاولادهم ولاحفادهم. ده رساله مهمه جدا. الناس دي تعرف الناس يعني ازاي الناس اللي حاربت دي عشان جاهدوا كتير عشان يخلوا مصر عزيزه قويه ابيه، ها ما تكونش تحت احتلال، ما تكونش شيء صعب قوي يبقى عندك بيت بلا باب بلا سقف بلا حيطان. احنا كنا كده، الناس رجعت لنا الباب والامان، رجعت لنا السقف، رجعت لنا الحيطان، تجمعنا. فلازم ده شكر واجب لكل الناس اللي امثال سياده اللواء ان هم تعبوا عشان خاطر مصر. كلام محترم يعني بنضم صوتنا لصوتك استاذ محمد. وعايزين بقى كده ايه، انا كنت مبهور والله انا سعيد لان احنا النهارده يوم عظيم في تاريخ مصر. انا حابدا بحاجه ظريفه جدا جدا، ها، وقبل ما نخش على الصور انا اسف يعني انا في يوم الجمعه بالصدفه كده صليت الجمعه قلت اتمشى شويه، فقالوا ده في تجمع جميل قوي عند شارع النصر بذكرى اكتوبر. قلت الله ذكرى اكتوبر ده لسه، طب اروح اشوف. فنزلت عند نادي المقاولين، دي حته بعيده عن نادي النصر ومكان اللي كان فيه ضريح السادات. انا بقى اليوم ده اسعد يوم في حياتي. ليه؟ مشيت من نادي المقاولين لغايه المكان اللي عاملين فيه الاحتفاليه، لقيت ناس كثيره جدا، ناس واقفه في طول مصر بيحتفلوا باكتوبر، واقفين علم مصر، بنات واولاد ومشايخ وناس كبيره. فانا وانا واقف كده نص ساعه لقيت ايه الفرقه الموسيقيه بلادي ماشيين جايين وفوقينا الهليكوبتر ماشيه. الناس سعيده جدا. انا عايز اشوف كميه الشباب، ها، بنات واولاد، اول ما اشوف كميه الشباب كتيره جدا موجوده في المكان وناس فرحانه كلها بيقولوا ايه مصر. انا دمعت من كتر حسيت فوق وتحت وجنبي كله بيقول مصر. فربنا يحفظ مصر. اللهم امين. للاسف ده كنت دخلت في حاجه ثانيه، بس يوم الجمعه ده كان سعيد جدا بالنسبه لي، وقلت لو طلعت هقول ان دي كانت اسعد لحظه في حياتي، ان اشوف ازاي الشعب المصري الجميل بيحتفظ بابطاله. مشهد رائع اللي انت بتوصفه لي. حاجه بقول انا قاعد كده في اي سماء، الطيران ماشي كده، الهليكوبتر بيحتفل معانا، وتحت الفرقه الموسيقيه بكل حب. الناس لما شافت ناس كثيره بقوا سعداء جدا، كله بيقول مصر، كله بيقول بلدي. فده يعني دي حاجه حلوه للناس اللي خلونا النهارده سعداء من 40 من 47 من 50 سنه، ها، خلونا النهارده سعداء بعد 50 سنه. احنا عايزينك بقى تاخدنا اللي من 47 سنه فاتوا. أيوة. انا اول صوره شفناها من شويه عشان برضه نعرف. انا بدات بيها ليه؟ ده يعني الحاجه بيضحكوا علينا زي ما يقول لك خط بارليف. كان اليهود يقول لك والاسرائيليين ما فيش حد يقدر يعديه، الذي لا يقهر الذي لا يقهر، واللي يعدي الميه النبالم والحاجات دي، ادي خط بارليف اللي في 6 ساعات الجندي المصري مش هتقف قدامه. اعظم جندي في تاريخ البشريه هو الجندي المصري. وحتى انت وضعت الامكانيات على فكره. طبعا اللي في ايمان، في ايمان. صح. الله اكبر. صح. خير اجناد الارض. طبعا طبعا بنتكلم على خير اجناد الارض. نشوف بقى. يا سلام، اول يوم الناس كانت سعيده، الناس كانت بتشتري الجرايد مش زي دلوقتي. نزلت بقى ناس، هات الجورنال اسمع الراديو بيقول ايه، عبرت قوتنا البيان رقم واحد، قوتنا عبرت خط برليف. ايه عبرنا خط برليف؟ مش ممكن. ازاي ده؟ اكيد ناس كتير ماتت. لا ده احنا في 6 ساعات بنا جوه بقى العدو يصرخ، الدبابات، الطيران الضربه الاولى، كل مصر كانت بتحارب.
نخش بقى. انا كنت ماشي بترتيب ان انا اجيب كل يا ريت يعني نمشي بالترتيب الجرايد. لسه احنا مش عايزين نجيب حته وحته، نجيب يعني الضفه الشرقيه باكملها في ايدينا. ده نجيب الجرايد عشان نمشي بالترتيب. او ده منشط. اشكركم، اشكر المهتم بكده. الضفه الشرقيه باكملها في ايدينا. يا في ساعات تاني يوم الجندي المصري اللي خارج واللي شايل، كنا بنشوف بيشيلوا الاجهزه على كتافهم وبيطلعوا، وجهاز المهندسين الرائع اللي فكر ازاي يشق الجبل ويعدي في ساعات. ما خفناش، جندي ماشي بيقول الله اكبر مش خايف من الموت. لحظه جميله رائعه. ليه ده؟ ليه؟ عشان الشباب اللي موجوده دلوقتي تعيش في سلام طبعا، عشان الناس تقول مصر حره ابيه. نكمل دي الضفه الشرقيه. وفي بعديها برضو جورنان تاني. يا سلام، يقول يوم مجيد للقوات المسلحه المصريه. يا جماعه اقروا التاريخ، شوفوا العظمه، شوفوا الجيش المصري العظيم عمل ايه على جميع عصور مصر. الجيش المصري اللي واقفه وسبحان الله احنا بنحارب. برضو بكررها، عمرنا ما اعتدينا على حد، احنا بناخد ارضنا، عمرنا ما عبرنا حدود حد ناخد حاجه مش بتاعتنا، عمرنا ما بصينا الدوله جنبنا، عمرنا ما طمعنا في حاجه مش بتاعتنا. كل حقوق مشروعه. فعشان كده بنحارب بايمان. شوف احنا هنا بعد ما انتصرنا بليغه بشكل طبعاً. مش طبيعي طبعا. شوف يا استاذ كريم، شوف يا استاذ نهاوند، حاجه عظيمه. الاسرى بالمقام، ادي الاسرى وعاملناهم معامله الصليب الاحمر والعالم كله. قال يا سلام، اخلاقنا احنا، اخلاقنا يعني كمصريين بالظبط. ازاي الميه، ازاي كان يعني قوات مدرعه كامله وفرقه كامله تؤثر يا سلام، قواتنا وعالمنا فوق سينا. ازاي المجلات والصحف قالت يا مصر، بص الجندي المصري العظيم واقف فوق المدرعه يقول لك قواتنا عبرت، اعلمنا علم مصر، ربنا يجعلها على طول يا رب ورفرفه فوق ارضنا. مش فوق ارض، مش عايزين حاجه، احنا عايزين ارضنا بس. اعلام مصر فوق ارض، يا سلام، شكرا للمخرج. اعلام مصر فوق ارض سينا. نقف عند، نقف يا ريت عند بقى ايه السادات هنا الله يرحمه بطل الحرب والسلام. ازاي هنا بيقول ايه؟ الله اكبر والنصر للعرب. دي ليها معنى طبعاً. احنا ما كناش بنحارب بس لينا، لما العدو جه ضرب اكتر من دوله، احنا كنا بنحارب لينا والعرب حوالينا، احنا كلنا واحد. سرد سينا والجولان، لا ده كمان ده في صورتين بقى هنتكلم عنهم. ازاي الملك فيصل اللي فتح خزان السعوديه كلها لمصر، مصر عايز اي حاجه موجود الحربي. ازاي الملك الشيخ زايد الله يرحمه، ازاي كان كل لا وبرضه اللقطه بتاعت البترول كانت نقطه مهمه جدا طبعا. احنا في مجلتين كده عدوا جمال جدا. ازاي يجيب لك شكرا جزيلا حرب التحرير. يا سلام، شوف المصريين هم لسه بيعدوا على ايه، سلاح المهندسين عمل لهم المعبر اللي يعدي فوق القناه اللي بيقول لك اللي يعدي يتحرق. شوف المصريين ناخد بالنا من الجندي المصري العظيم فرحان ازاي، سبحان الله، ملحمه وطنيه بالجهد والعرق، حاجه عظيمه. شكرا للمخرج والله. في بقى بعد حرب التحرير كمان انتصرنا. يا سلام، شايف قوات الطيران ومدرعات للعدو عامله ازاي، طائرات اسرائيل حطام فوق ارض سينا. ده بالصور نفتح المجالات دي لو في فرصه كنا نفتحها بعد كده. ازاي ده نفتح الملم، يا سلام، شايف الجندي وعظمته واقف ازاي فوق الدبابه بيقول انا المصري، انا المصري بحارب عشان ارضي، انا المصري، انا الجندي المصري اللي بحارب احمي حدودي، عمري ما كان عندي اطماع ولا عندي خلاف عايز اعملها ولا اي حاجه. شايف هنا بيعدوا ازاي خط ريف من الداخل الناحيه الثانيه. الحاجات دي كانت محصنه جدا، الناس ما شافتش، اللي ما شافش يشوف. نقف بقى لو سمحت عند نساء مصر بقى. انا جايب صوره بقى ليها معنى عشان الناس اللي تعرفش في التاريخ تفهم التاريخ. المرأة المصرية لها دور عظيم، مش هنقول من ثورة 19 كمان، دي احنا هنقول مثلا من الثورة من 52 من 54 من 56 عدوان الثلاثي. المرأة اهي، نساء مصر فداء للوطن. يعني إذا كان الراجل بيحارب على الجبهة فالمرأة معاه، إذا كانت معاه في التمريض، إذا كانت معاه الجبهة الداخلية. يا جماعة المرأة دي ليها دور عظيم جدا طبعا. ده كفاية هي اللي بتسلم ابنها يعني للموت، بتقول له روح، يعني فاهم حضرتك قد إيه دي صعبة. أم البطل طبعا، شوف الأم إزاي بتغني بتقول لابني وحبيبي. دي برضه حلوة، ذكرى حلوة للشهداء ربنا يرحمهم. إزاي الأم بتضحي بأولادها فزاد أجبادية زي ما بيقولوا. صحيح. عشان فدا مين؟ مصر بلدنا طبعا.
جميل جدا. تعرف بقى ندخل على النادي الاهلي والدور الوطني. انا كان لازم يعني انا بدم انا في بلدي مصر وكرة النادي الاهلي اللي هي الوطنيه اللي بتقول مصر، لازم ابدا بمصر، لازم ابدا بالانتصار، لازم ابدا بالملحمه، وبعد كده نتكلم على الفريق النادي الاهلي اللي هو كان بيساند في المجهود الحربي، كان بيساند في حاجات كتير قوي. احنا عايزين نرجع لو سمحت الصوره اللي فاتت اللي هي قبل صوره كاب. ايوه العدد ده بيقول ايه بقى؟ بيقول لك الاهلي والرياضه في مصر. ده عدد تذكاري، لما نفتحه من جوه بنلاقي فيه صور عظيمه. ها ان النادي الوطنيه ازاي النادي كان ليه دور 1907 لغايه دلوقتي. لما نيجي للعدد ده بقى، ده عدد انا بحبه جدا جدا. كان عندي مكتبه زمان عند الازهر، كنت كل ما عدى العدد بمشبك بقى حاجه على قد كده، محل زغنطط كده، وعلى الخطيب كابتن الخطيب وعلى له مشبك كده عشان هم نازلين بعد ماتش يشوفونا. كنت على العدد ده 78 لما نزل كابتن الخطيب قلب الماتش من 2-1 لصالح الزمالك، 4-2 لصالح النادي الاهلي. ها مش عايزين ارجو نرجلي يعني بالتصوير عشان نتكلم على كل حاجتنا، حتى لو جبنا مش كل الصور بس نتكلم بكل حاجه احترام للمشاهد ان احنا نجيب الصور الكويسه. اتفضل. هنا الكابتن الخطيب وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن صفوان عبد الحليم، ازاي الفريق نازل ازاي وانتصر الاهلي ها وحصل على الدوري. شوف الناس كانت بتنزل، شايف الجمال، شايف التنسيق، شايف اللبس، شايف الحلاوه. ده بيدل على يعني النادي الاهلي في مبادئ، في قيم، في نظام ماشي بيه عن اي فرقه ثانيه. طبعا. شكرا جدا. نشوف الاهلي يرفع اعلام النصر. مش هنتكلم بقى عن كره القدم بس، الاهلي في لعب كتير عظيما. طبعا. عايزين يبقى نعمل حاجه برضو بعد اذنكم بعد كده، مش القدم بس، للطايره والسله. هو لحد دلوقتي العنوان ده ممكن يتكتب في جريده النهارده. أيوة. لان ده واقع. حاجة والله كل اللعبات ماشي. الاهلي يرفع اعلام النصر في كل اللعبات، ده فريق كره الطايره. وفي السله وفي يد وفي تنس طاوله، كل الالعاب دي عايزين نهتم بيها بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. هنا بقى الصوره نقف عندها دقيقه. ازاي كان الزمان بيسلموا الدوري في الملعب؟ وازاي رحمه الله الفريق مرتجي هنا اهو وقرا الدوري ومعاك سيد كمال حافظ. في بقى اقصى الشمال مين؟ بالنضاره لابس ازرق. اقصى اليمين بقى استاذ عادل القيعي. طبعا يا الصوره دي من السبع. الصوره دي مهندس عادل بقى لها حوالي 44 سنة. شوف عشان نعرف هتكبروا بقى كده. لا كبير المقام. احنا عايزين نقول ان اي شخصية او رمز في النادي الاهلي في تاريخ ليه، في اساس. ها عشان الناس اللي ما شافتش زمان تشوف ان الناس دي مش من فراغ. عندنا دايما مشكلة معاك يا استاذ محمد. اتفضل. ايا كانت المدة الزمنية المتاحة لينا في الفقرة، فعلا حواديتك الشيقه يعني بتستدعي ان احنا لازم يتجدد معاك اللقاء مره ثانيه، ان احنا للاسف يعني وقتنا النهارده انتهى. بس انت طبعا عارف بطبيعه الحال احنا بنحتفل على مدار عندي عايز اقول لك ان احنا بنحتفل على مدار الشهر بانتصار اكتوبر، فاحنا لسه الاخبار جايين لك فيها ان شاء الله في فقرات جايه باذن الله، والمزيد من الصور في الحلقات اللي جايه. يا ريت لو في بعد كده فرصه ان شاء الله نتكلم. ده الاصلي، انا جبت معايا الاصلي. انا مش حاجه انا بوريكم اهو، بص قوتنا عبر ازاي. الجرنان بيفرح، الجرنان بيزغر. انا صحيت ماسك الجرنان بحس انه بيلغينا فرحان. بتجيب الحاجات دي منين؟ انا نفسي افهم بجد. ده تاريخ بلدنا لازم نحافظ عليه طبعا عشان الاجيال الجايه. احنا ان شاء الله ان شاء الله ان عشنا وكلنا عمر للحديث بقيه، وان شاء الله تكون معانا برضو قريب جدا، ونكمل كلامنا في النقطه دي اللي احنا كنا وقفنا عندها، الدور الوطني للنادي الاهلي طبعا. عبر تاريخه الحقيقه، وطبعا دي نقطه مهمه جدا. وانا تحت امر النادي الاهلي. ربنا يخليك. احنا بنتشرف بوجودك معانا. الناس المحترمه الجميله اللي بتقدر التاريخ وتقول يا جماعه اللي ملوش ماضي ملوش حاضر. صحيح. شكرا ليك استاذ محمد. شكرا. وشكرا لحضراتكم جميعا على متابعتنا النهارده. يعني هنقول كده بقى، يا رب دايما في نصر، ويا رب دايما في انجاز، ويا رب دايما في نجاح. وهختم انا وكريم نقول تحيا مصر. اشوفكم بكره ان شاء الله.